العلم السوري يرفرف خفاقا على دوار المصري في قلب درعا البلد بعد غياب زاد عن 10 سنوات. تكمل وحدات الجيش بنودا مهمة في اتفاق التسوية بتثبيت 9 نقاط لها داخل الحي. عقدة أحياء درعا البلد إلى الحل بعد مطبات كثيرة، مطبات راهن الخارج عليها في محاولة لإبقاء نزف الجسد السوري من درعا جنوبا إلى أرياف إدلب التي تعرضت لتصعيد مدعوم تركيا شمالا. تنزع دمشق أوراق استنزاف خطيرة على الجبهة الجنوبية، شهران ونصف الشهر من التفاوض والاستيعاب والتلويح بالقوة، تطوي صفحة دامية للمحافظة والجنوب السوري. عاد الهدوء، عاد الطمأنينة والأمن والأمان لأهل درعا البلد، بل وللجنوب السوري كاملة ولسوريا كاملة. احنا الحمد لله بفضل الله عز وجل استطاعت وجوه العشائر بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومع الضامن الروسي للوصول لهذا الهدوء. أجواء أمان بدأت تلقي بظلالها على درعا البلد، تبدد ركاما من اليأس والظلام خيمت على المنطقة لسنوات. تكمل وحدات الجيش مهمة توقفت عام 2018، تفتيش عن الأسلحة وتدقيق في البطاقات الشخصية وفتح طرق تمهيدا لعودة آلاف النازحين إلى بيوتهم. بعد دخول الجيش العربي السوري نحن متواجدين بحي درعا البلد على الدوار المصري، وأثناء قيام الجيش بفتح الطرقات وإن شاء الله إعادة الأهالي والوضع الطبيعي والأمان لأهالي درعا البلد. نحن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري نقوم بإزالة السواتر والأتربة وفق ضمن الاتفاقية بالتسوية في أحياء درعا البلد. خلال 3 أيام تم التسوية أوضاع أكثر من 1000 شخص من تلك الأحياء، وتم تسليم نحو 120 قطعة سلاح. تنفيذ الاتفاق يسير بوتيرة متسارعة بزخم اللجان الأمنية والعسكرية والشرطة العسكرية الروسية وإشرافها. على الأرض أفشل الجيش السوري رهانات إقليمية كانت تهدف إلى إبقاء درعا والجنوب عموما جرحا نازفا في الجسد السوري. تطور ميداني وسياسي يعزز موقع دمشق في مواجهة عواصم إقليمية طالما راهنت على إذكاء نار الحرب والدمار، إضعافا لدور سوريا ولعرقلة نهوضها من عشرية الدم. محمد الخضر من درعا جنوب سوريا، الميادين.